السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عايدة من قناة وصفة عايدة. نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. سعيدة بلقياكم وآسفة على الغيبة اللي ربما تجيكم شوية طويلة فقط لظروف العمل. راكم عارفين ودابا كاين وليدات عطلة، فضروري أن البروغرام شوية كيتبدل. كنعتذر بزاف وما غاديش نطول عليكم. غنبداو مباشرة في الرجيم اليوم، رجيم 3 أيام لخسارة 5 كيلو. رجيم 3 ايام لخساره 5 كيلو هو رجيم بالنسبه للناس اللي الاوزان ديالهم تفوق 90، الخساره تكون مضمونه في 5 كيلوات ربما اكثر. كنقولها دائما، كلما قربنا على الوزن المثالي كلما الخساره كانت اقل، ولكن الاكيد هو انه كتكون خساره في الميزان، خساره في الدهون. اذا التزمنا من بعد ما كملناها 3 ايام من الاسبوع، التزمنا باكل صحي قليل النشويات قليل الكربوهيدرات بطبيعه الحال، والدهنيات تكون منعدمه، السكريات منعدمه، اكيد ان النتيجه كتكون غدا وكتستمر في التحسن، وكنحصلوا على في نهايه الاسبوع على رقم كبير جدا في الخساره في الميزان. بالنسبه لهذا الرجيم مده ديالو 3 ايام وكيؤدي الى فقدان 5 كيلوات، هو عباره عن يوم كل يوم 3 ايام كل يوم مختلف، النظام ديالو مختلف عن النظام الثاني. بدأ من طول عليكم البنات بالنسبه لليوم الاول، بالنسبه لليوم الاول هو عباره عن نظام البي اس ام اف. نظام البي اس ام اف كما وليتو كتعرفوا معايا هو نظام قليل السعرات الحراريه، كناكلو فيه ما بين 500 حتى 700 كالوري، يعني الكالوري اللي كالوريز اللي كيكونوا فيه كيكونوا قلال بزاف، ولذلك لا ينصح بممارسة الرياضة بتاتا هاد اليوم هذا، لأن الجسم ديالنا كيكون أصلا منهك لأن كنعطيوه دي كالوري اللي هما قلال، فبالتالي ما نزيدوش حتى بالرياضة. اللهم إذا كان ضروري 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 مولفينها نتوما ماشي مشكلة، المشي لمدة ديال 20 دقيقة على أقصى تقدير، لأن الجسم ديالنا كيكون منهك كيف قلت لكم، السعرة الحرارية اللي كتدخل فيه كتكون قليلة جدا. بالنسبه للسكر، الناس بزاف كيسولوني واش السكر مسموح. مسموح لكم الا ما قدرتوش انكم تستغناو عليه الملعقه واحده من السكر. المشروبات الحراريه عفوا الحارقه اللي صايبتها معكم كلها مسموحه في هذا الرجيم، ما كاينش مشكل. وايضا بالنسبه للمنيو او مكونات هذا الرجيم هو عباره عن الشكل التالي. بالنسبه لفطور الصباح فهو تيكون عباره عن اولا 2 من بياض البيض، البياض البنات دون الصفار، كنسلقوا البيض كناخذوا البياض ديالو هو اللي كناكلوه، الصفار ما كنستعملوش. 2 من بياض البيض فقط، زائد خيار سلطه فخيار او اي حاجه بغيتو، المهم انا تنسهل عليكم تنقول لكم الخيار. اذا 2 بياض بيض زائد سلطه خيار، او 2 من زبادي خالي الدسم، او البنات كيقولوا لي هذا ماشي خالي الدسم، البنات الا ما لقيتوش خالي الدسم ممكن تستعملوا غير طبيعي ماشي مشكل. 2 من زبادي خالي الدسم زائد جبن، كيف كتشوفوا جبن ريكوتا او جبن القريش اللي هو الجبن ديال الريجيم لهذا النظام. ثم بالنسبه ل هذا بالنسبه للافطار، فقلت عندنا 2 بياض البيض زائد سلطه خيار، او 2 علبة زبادي زائد سلطة خيار وزائد جبن، يعني عندكم الاختيار. الجبن تيكون هو هذا الجبن اللي وريتكم الان. بالنسبة للغداء تيكون عبارة عن سلطة مشكلة، هانتوما كتشوفوها كيفاش دايرة، سلطة فيها جميع الانواع ديال الخضر. هنا انا بشرة الجزر، الكرومب، الفلفل، الكرومب او المكور الموف، الخيار، باش يجيني الشكل ديالها هكا ميلونجي، كنزيد عليها قطرات من الليمون الحامض وكناكلها مع صدر من الدجاج. صدر من الدجاج بطبيعه الحال، الصدر كنأكد عليكم انه الصدر يكون طيب بدون دهون، يكون شاورما او يكون اي نوع، اسمحوا لي البنات، يكون شاورما او اي طريقه من الطهي غير ما يكونش فيه دهون. كنتمنى انكم يعني متبعين معايا. ثم بالنسبه للعشاء غيكون اللي يبقى فيه الجوع ممكن يستعمل بحال الفطور جوج ديال بياض البيض وسلطه ديال الخيار، او بروتين يعني ملعقه من الجبن زائد الخيار، او 2 بياض البيض او 2 زبادي، يعني الفطور مثل العشاء. سمحوا لي البنات على الازعاج، بنتي كتقوم بالازعاج دلوقتي. فكنعاود لكم، اذا بالنسبه للفطور خيار بياض بيضتين، او 2 زبادي وخيار، او 2 زبادي وخيار والقليل من الجبن. مثلا نقول القليل البنات ممكن نوصلوا حتى 100 غرام،
بالنسبه للغداء تيكون عباره عن سلطه مشكله من الخضر وبروتين اللي يكون خالي من الدهون، ما يكونش فيه دهون. بالنسبه للعشاء، العشاء بطبيعه الحال نفس اختيارات ديال الفطور، يا اما زبادي يا اما بيض بياض البيض يا اما جبن قريش او جبن ريكوتا وسلطه من الخيار. بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش البيض ممكن انهم يعوضوه بعلبه من الطون اللي كيكون في الماء ويكون مصفى من الزيت. فهذا النظام الاول، يوم الاول نظام البي اس ام اف، قليل السعرات الحرارية 500 حتى 700. لا ينصح بتاتا بممارسة الرياضة، والسكر مسموح بملعقة واحدة في اليوم، وبطبيعة الحال شرب الماء شيء أساسي وضروري. بالنسبة لليوم الثاني، غادي ننتقل معكم اليوم الثاني. الفطور ديالو عبارة عن ما يلي، هو أولا قبل ما نبدأ عبارة عن رجيم الكيتو. في هذا اليوم سنقوم بنظام الكيتو. طيب اليوم الأول قلنا بي اس ام اف، اليوم سيكون نظام الكيتو. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش الكيتو، فهو نظام أو رجيم غذائي، نظام غذائي يعتمد على الدهنيات بشكل كبير جدا، يعني فيه الدهنيات، يمكن رفع نسبة الدهون، والبروتين يكون معتدل. فهذا هو نظام الكيتو. في نظام الكيتو ممنوع الفواكه منعا باتا، ما تيكونش الفواكه في نظام الكيتو كيف ما سبق وشرحت لكم. اذا نظام الكيتو كيعتمد على الدهون بشكل دهون صحيه بطبيعه الحال بشكل كبير، يعتمد نظام الكيتو على وجود الدهون بشكل كبير وعلى وجود البروتينات بشكل معتدل وعلى انعدام النشويات. ما كاينش عندنا النشويات الخبز والروز وداك الشيء نهائيا، وانعدام الفواكه، ما عندناش الفواكه بشكل بات. اذا بالنسبه للمنيو ديال هذا اليوم ديال الكيتو، اولا عندنا جبنه كريميه. هنا عندي انا هذا النظام، هذا النوع، هذا اي نوع عندكم ديال الجبن، ممكن الجبن الاحمر اللي كنستعملوا، ممكن الموتزاريلا، ممكن اي نوع من الجبن، ممكن كيري، ممكن جبنه مثلثات، اي نوع من الجبنه الكريميه ماشي ديال الريجيم، جبنه تكون فيها نسبه من الدهون. اذا جبنه، اذا قطعتين من الجبن او ثلاث قطع على حسب الرغبه ديالكم، ثم زائد كبشه من المكسرات. هنا عندي جوز الهند او القرقع على قد كبشه الايد بحال هكا، حفنه كبشه الايد او حفنه. ثم عندي بلاتي حبيبه اثنان بيض. اذا هذا الاختيار الاول، جبن كريمي ثلاث وحدات زائد بطبيعه الحال كبشه من المكسرات، جوز او لوز او فستق او كيف ما حبيتوا. او الاختيار الثاني، اثنان من البيض، ماشي بياض البيض، البيض الكامل كنديروه اومليت بملعقه من زيت الزيتون او ملعقه من الزبده، وكنزيدوا عليه ملعقه من كريمه الطبخ. كريمه الطبخ فيها انواع، كاين هادي، كاين هادي حنا عندنا في المغرب. اذا كنديروا عادي جدا اومليت غير باش كنرفعوا نسبه الدسم، لانه نظام يعتمد على الدسم ويعتمد على الدهون، فبالتالي كنزيدوا هذه الملعقه من الكريمه باش ترفع لينا نسبه الدسم في هذاك البيض اللي غادي ناكلو. ما توجدتش ماشي مشكل، يعني ماشي زعما شي حاجه اللي هي انديسبونسابل. اذا عندنا جوج اختيارات، سواء ثلاث قطع من الفورماج او من الجبن اللي يكون كريمي، اي نوع من الجبن الكريمي ماشي جبن ديال الريجيم، وكبشه من المكسرات او المكسرات او الفواكه الجافه، او اثنان من البيض الكامل مع ملعقه من زيت الزيتون كنطيبوه اومليت، او ملعقه من الزبده الزبده نباتيه، وملعقه كبيره من كريمه الطبخ. الا ما توجدتش ماشي مشكل، هي فقط لرفع الدسم في الطبق. ثم نجيو للغداء. بالنسبه للغداء غادي يكون عباره عن طبق من السلطه كيف ما تعودنا، وعباره عن لحم، ولكن هذه المره يكون الورك. عندي هنا دجاج الورك، علاش؟ لان الورك فيه دهون كثيره جدا. ما كنصحوش اننا ناكلوا الورك في الريجيم، ولكن بما ان عندنا نظام الكيتو فحنا خصنا قطعه من البروتين اللي تكون فيها دهون. فانا هنا خديت ورك الدجاج، ممكن انكم تاخذوا اللحم الضاني في الشرق او اللحم ديال الغنمي، او قطعه من اللحم فيها شويه ديال الشحم، يعني بقري بقري ولكن فيها شويه الشحم، او ممكن تاخذوا سلطه وسردين، او يعني مهم سلطة ضرورية أساسية وقطعة من اللحم اللي تكون فيها دهون، ماشي تكون خالية من الدهون، ماشي صدر الدجاج أو سمك مشوي أو لا، قطعة. هنا عندي الورك، هنا كيف كتشوفوا عندي الصدر، دونك هنا الورك وهنا الصدر. ثم العشاء غيكون عبارة عن أومليت بحال اللي درنا في الصباح،
نقدروا نزيدوا فيها موتزاريلا، نقدروا نزيدوا فيها زيتون، نقدروا نزيدوا فيها اي يعني شيء مسموح به، موتزاريلا، زيتون، فروماج كريمي، يعني هذا في العشاء. الا ما شبعتوش ممكن انكم ديروا بحال الصباح، يعني الوجبه ديال الصباح. بالنسبه لليوم الثالث والاخير فهو عباره عن يوم ديتوكس. ديتوكس ماذا يعني ديتوكس؟ يعني على انه غادي يكون فيه فقط خضر وفواكه. هذا اليوم هو يوم لنزع السموم من الجسم وتخليص الجسم من السموم اللي كتكون في الكبد، فلذلك كيتعتبر يوم ديتوكس انه كيتعتمد فقط على الخضر والفواكه. هنا عندي فواكه، وايضا ممكن انكم تضيفوا معه سلطه طيله اليوم، تاكلوا سلطه وفواكه، فواكه اي نوع، النوع اللي بغيتو. كنفضل الموز بلاش، ممكن تاخذوا الكيوي، بامبلوموس، التفاح، لي بوار. انا لي بوار كيعجبوني بزاف بزاف، لي بوار ومنصوح بهم ايضا في الريجيمات. الكيوي ولي بوار مهمين بزاف، والبامبلوموس، وايضا كيف قلت لكم الخضر بطريقه كيف ما بغيتو. اللي ممنوع عندنا هو الفريز، لانهم تيكونوا حلوين بزاف هاد الفواكه اللي غنقول لكم، يستحسن بلاش ما ناخذهم في هذا اليوم. الفريز والمونغ والعنب والتين او الكرموس، هذا ينصح بلاش ما ناخذوه. ثم في هذا اليوم الشاي والقهوة ممنوعة منعا باتا، لأن الشاي والقهوة المواد اللي فيها الكافيين تؤدي إلى مشاكل وستريس على الكبد، وحنا في هذا النهار هذا بغينا نحيدو ستريس على الكبد، بغينا نقيوه وبغينا نصفيو الذات ديالنا من السموم. فممنوع منعا باتا القهوة والشاي، بنتي كتجرب القهوة والشاي في هذا اليوم الثالث. المشروبات الحارقة ممكنه، اذا غير الشاي والقهوه هما اللي لا، المشروبات الحارقه اللي فيها الكمون او فيها اليانسون او الشمر او فهي مسموحه. ممكن اننا نقوم بشوربه من الخضر، طماطم ايضا بلاش في هذا اليوم ما ناخذوهاش. اذا الممنوعات بالنسبه للخضر هي الطماطم والجزر، والممنوعات بالنسبه للفواكه هي المانجا، العنب، التين والفريز والموز. اذا يوم خالي من الكافيين، خالي من الشاي والقهوه، شرب الماء بكميات كبيره، وايضا المشروبات الحارقه مسموحه. بالنسبه للعشاء الى جنى الجوع، فاحنا على مدار اليوم غناكلوا خضر وفواكه، وفي العشاء الى جنى الجوع غادي ناخذ فقط علبه من الزبادي. اسمحوا لي البنات، ناخذ فقط علبه من الزبادي. هذا بالنسبه لليوم الثالث. فاطلاله شامله وسريعه بالنسبه لليوم الاول، هو عباره عن نظام البي اس ام اف، عباره عن فطور الصباح 2 من بياض البيض فقط مع سلطه من الخيار. بالنسبه اللي ما عجبوش هذا الاختيار ممكن ياخذ 2 علبه من الزبادي مع قطعه من الجبن تصل الى 100 غرام ريكوتا او جبن قريش مع خيار. بالنسبه للغداء غيكون عباره عن سلطه مشكله ولحم بدون دهون، صدر دجاج يكون من الافضل، والعشاء يكون نفس مواد الافطار. بالنسبه لليوم الثاني هو عباره عن نظام الكيتو، ويكون على الشكل التالي: الافطار 3 قطع من الجبن الكريمي، ليس جبن ريجيم او جبن دايت، وانما جبن عادي فيه نسبه من الدسم مهمه، مع كبشه من الفواكه الجافه او المكسرات. 2 من البيض الكامل مع ملعقه من زيت الزيتون وملعقه من كريمه الطبخ لرفع نسبه الدسم، لان نظام الكيتو يعتمد على الدسم بشكل كبير، واذا ما توفرتش ماشي مشكل. بالنسبه الغداء فهو يكون عبارة عن طبقة من السلطة المشكل ولحم، ولكن يكون به دهون مثل ورك الفراخ أو رجل ماشي صدر، ثم ممكن السردين، سمك سردين إن فيه دهون كثيرة، أو لحم ضاني أو لحم الغنم مع سلطة كيف قلت لكم. بالنسبة للعشاء يكون عبارة عن أومليت بنفس الشكل كيف ما قلنا في الصباح. بالنسبة لليوم الثالث فهو عبارة عن ديتوكس، يعتمد كليا على الفواكه والخضر بدون مشروبات بها كافيين، شاي وقهوة ممنوع، مشروبات حارقة مسموحة طيلة اليوم. بالنسبة للفواكه الممنوعة فهي التي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات، عبارة عن الفريز، التين، المانج، العنب والموز. وبالنسبة للخضر الممنوعة فهي الطماطم والجزر، اللي كيبغي الجزر بزاف ممكن يستعمل جزرة واحدة طيلة اليوم. ممكن استعمال شوربة حارقة خلال هذا اليوم، شوربة اللي كتكون من الكروم والفلفل الأخضر والكرفس، أنا غادي على وعد أنني نصيبها لكم إن شاء الله قريبا. ممكن أنكم تاخذوا شوربة اللي صيبت لكم ديال الخضر بدون ما توضعوا فيها
القطعه ديال البروتين. ممكن انكم يعني بلاش تفادوا العصائر، من الافضل انكم تاكلوا الفواكه كما هي، لان العصائر كتكون نسبه السعرات الحراريه مرتفعه فيها. هذا الرجيم هو رجيم لمده 3 ايام لفقدان 5 كيلو، وللأمانة العلمية فهو رجيم كان دكتور خالد قام بوضعه قبل الآن، نتائجه مضمونة مجربة مني شخصيا ومن جميع الناس اللي عطيتهم هذا الرجيم وقاموا به وحصلوا على نتائج هائلة جدا. أي سؤال مرحبا به، خليه لي في التعليقات. نتمنى نشوفكم على خير في فيديو آخر. شكرا وإلى اللقاء.